عندنا 30,000. قال والله احنا عازمين الوزير بيسوي عشاء. طيب انا ال 30,000 انا حاطه للحفل. العشاء ده مين بيدفعه؟ بعدين نتصرف. هنا تبدا مشكله. هذا نقول لا، هذا عدم تطابق جسيم. فيه مخاطر. عاده المخاطر دي من فين تجي؟ واحد جت له فكره ابداعيه. واحنا جالسين ليله الحفل قال ايش رايك نعشيهم؟ تعشيهم؟ هذه فكره ابداعيه، مين بيسوي؟ في هذه الحاله نقول له معلش ممكن تكتب لي ورقه؟ ورقه ليش؟ للاداره الماليه عشان نعرف مين بيرتبط علي، انا مش مرتبط علي. اكتب معي عباره لو حبيته. وثق ثم ثق. يعني ايش وثق ثم ثق؟ علم الاداره ليس علم بؤي. يعني فيش كلام اللي والله يتصبك في الليل، طب بكره نسوي لهم عشاء، ما في الكلام كله، كلام جميل رائع بس اكتب لي ورقه. عشان انا مش مسؤول عن هذا الموضوع. انا عندي خطه وماشي على خطتي. في عندنا عدم تطابق منطقي. انا خططت اصلا ليش؟ خططت للحفل. وجهزت الحفل كله على القاعه. المشكله فين؟ ان القاعه هذه لا تسع اكثر من 20 شخص. وانا اعرف من بدايه الخطه ان الحفل هذا سيكون حاضرين فيه 300. وانا ما زرت اصلا القاعه ولا جمعت معلومات عن القاعه. بس نزلت ان القاعه هذه في الدوره. طب انا اكمل اجيب 300 شخص كلهم على قاعه تاخذ 20؟ المفروض ان هذا عدم تطابق من؟ منطقي، مين يتحمل مسؤوليته؟ المخطط يتحمل مسؤوليته، اذا انا المفروض لازم اغير القاعه بسرعه وبعدين نشوف حل. لازم اغير القاعه وبعدين نشوف كيف نستطيع الامور الماليه دي كيف نصير حلها، لان هذا عدم تطابق من؟ منطقي. في مرحله جمع المعلومات لما جمعت المعلومات بشكل جيد. طيب على هذا الاساس يلا خلونا الان نروح ناخذ استراحه وبعد ما نرجع من الاستراحه سنبدا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل من؟ اخر شيء ايش؟ عدم تطابق ايش؟ عدم تطابق منطقي. منطقي. بس خليني اسالكم سؤال قبل ما نروح الاستراحه، ماذا استفدنا؟ ماذا تعلمنا؟